لقطات صامتة قالوا إنها لحظات تاريخية جسدتها بضع ثوان. هذه صور أول خلية جذعية بشرية نابضة بالحياة مستنسخة. قد يسأل البعض ما الجديد، فتجارب الاستنساخ لم تعد خبراً. ومنذ ولادة النعجة دولي المستنسخة عام 96 نجح العلماء في استنساخ 20 نوعاً من الحيوانات، إلا أن الخبر يكمن هنا، فكل تجارب الاستنساخ التي أجريت فشلت في استنساخ القرد الأقرب إلى الإنسان بجيناته بحسب العلماء، وهي بالتالي فشلت في الاقتراب بنتائجها من الخلايا البشرية. والعقدة التي وقفت في وجه الاختراق العلمي هي توقف انقسامات البويضة المستنسخة عند حدود 6 خلايا فقط. تقنية الاستنساخ المعتمدة تبدأ بأخذ خلية جلدية لبالغ يتم حقن بياناتها الوراثية داخل بويضة منزوعة الحمض النووي، ومن ثم يتم اللجوء إلى التيار الكهربائي لتحفيز البويضة على التطور إلى جنين. أجنة بشرية نجحت أخيراً وبعد 10 سنوات من التجارب في التطور لتشكيل خلايا جذعية صحيحة وسليمة. يقول العلماء إن هذه الخلايا قادرة على التطور إلى أي نوع من الخلايا، بما في ذلك خلايا الأعصاب والكبد والقلب، ما يعني نظرياً فتح الأبواب على مصراعيها أمام قفزات هائلة في معالجة الكثير من الأمراض. هذا الإنجاز الأخير الذي سيدخل العلم في جدل مع المحرمات الدينية يدافع عنه العلماء، مؤكدين أنه بهدف معالجة الأمراض واستنساخ أعضاء بشرية يصعب الحصول عليها لملايين المرضى حول العالم. إذن ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من دبي دكتور نائل السهل للحديث أكثر عن الاستنساخ، ما هي الاستنساخ وأين وصلت الأمور فعليا في هذه الفترة. أهلا بك دكتور، ما هي الاحتمالات الجديدة التي تفتحها آخر البحوث حول هذا الموضوع؟ مساء الخير. الأول قضية الاستنساخ دي قضية مش يمكن في الجنس البشري هي حاجة مستحدثة، هي بقى لها مثلا حوالي بنتكلم في 20 سنة، لكن انا اعتقد ان احنا كلنا عندنا فكرة عن الاستنساخ من النباتات. اعطينا نسخة، اعطينا فكرة دكتور عن الاستنساخ بداية، تفضل. هو الاستنساخ حضرتك هو عبارة عن ان انا اعمل مخلوق طبق الاصل من مخلوق اخر، زي صورة اي واحد مننا في المراية، على المستوى النباتات، على مستوى الحيوانات. أما على مستوى الإنسان هنا المشكلة أو الدايليما اللي احنا بنتكلم عنها واللي أوجستوها حضراتكم في التقرير، أولا الاستنساخ الخلايا مش استنساخ كائن حي، وده يفرق كتير قوي من المفهوم اللي الناس بتحاول أنها تستوعبه. الاستنساخ هو عبارة عن أن أنا بطلع خلية طبق الأصل، والخلية دي فيها الخصائص الحية لكن لا تتحرك. الخلية زي ما انتم حضراتكم عارفين ان اي جنين بيتكون من خلايا ذكرية وخلايا انثوية، كل خلية منهم فيها نص عدد الكروموزومات اللي موجودة في الخلايا الجسمية الجسدية العادية للبشر اللي هم 46 كروموزوم، يبقى كل خلية سواء من الذكر او من الانثى فيها 23. اللي احنا بنتكلم في صدده او اللي حضراتكم اوجستوه في التقرير اننا بنعمل خلايا جذعية، يعني خلايا جسدية. فبنعملها ازاي؟ لازم نجيب البويضة اللي هي اساس الحياة، وبنطلع منها الحامض النووي زي ما حضراتكم تفضلتوا. ليه بنطلع منها الحامض النووي؟ لاننا بنحط فيها خلية جسدية كاملة عدد الكروموزومات 46، مش ممكن يبقى اكتر من 46 والا يبقى مخلوق اخر غير البشر. فعشان كده بنشيل الحامض النووي وندخل الخلية الجسدية. البويضة الانسانية أو البويضة النسائية بالذات فيها الوسط الغذائي اللي مش موجود في أي حتة في الكون، اللي هي تقدر عن طريق التحفيز زي ما حضراتكم قلتوا بالكهرباء وحاجات تانية كتير، بالهرمونات مثلا، بنقدر نخلي الخلية الجسدية اللي واخدينها مثلا من الجلد وحقناها جوه البويضة دكتور، انها تتكاثر. طيب دكتور، لو تشرح لنا أهمية نجاح استنساخ خلايا جذعية جنينية بشرية، أهمية هذا النجاح. اولا حضرتك الخلايا الجذعيه موجوده حتى فينا احنا ككبار، لكن احنا نسبتها قليله جدا. انا لما بستعمل خلايا جذعيه بستعملها عشان اعالج بعض الامراض اللي لها علاقه بالوراثه واللي لها علاقه بالجينات، عن طريق ان انا
بجيب هذه الخلية وأطلع خلية سليمة، والخلية السليمة دي أقدر أعمل لها تحضير معملي أكني بالضبط بحضر طعم تطعيم، وأديه للبني آدم أو أديه للإنسان اللي عنده هذا المرض، وبالتالي بعمل عملية إحلال للخلايا المريضة بتاعته بخلايا سليمة. طيب دكتور، أفهم منك بأنه يعني يتم حقن خلايا جذعية في جسم الإنسان وليس يعني زراعة أعضاء ومن ثم يعني زراعة؟ حضرتك الخلايا الجذعية هي اللي بنسميها المادر سيل أو الخلية الأم. ممكن أنا أقدر أخليها معملياً، وده التطور اللي هيحصل في السنتين اللي جايين بإذن الله تعالى، إن أنا أقدر أعمل عضو الإنسان محتاجه. زي مثلا لو واحد عنده فشل كلوي ومحتاج أزرع له كلى، بدل ما أخد من متبرع أو أخد من كادافر يعني إنسان متوفي حديثا، أقدر أعمل هذه الكلية في المعمل وأزرعها في جسم الإنسان. الخطوة اللي حضرتكم شرحتوها دي هي اللي فيها السر ده، لأن طبعا حضراتكم عارفين أن من أشهر مضاعفات زراعة الأعضاء هو أن الجسم ممكن يرفضها، وبالتالي لو أنا قدرت أخذ من حضرتك أو من أي حد خلية عادية جسدية من الجلد مثلا، وعملت لها استنساخ وعملت خلايا جذعية، في الحالة اللي زي دي أنا ممكن أقدر أعمل لحضرتك رصيد بنكي، أعمل بنك وأخذ من حضرتك خلايا، وأقدر في هذه الخلايا في أي وقت بعد الشر عن الناس كلها تحتاج عضو من الأعضاء، فيبقى عندي اللي بيسميه قطع الغيار أو السبير بارت. فممكن هذه الخلية أحفزها تعمل كبد، أحفزها تعمل طحال، أحفزها تعمل كلى، وبالتالي هذا البنك هيبقى لحضرتك فقط ولإنسان واحد فقط على هذه الأرض. وهو ده اللي فيه الفايدة، واللي يبعتنا عن الأفكار الفلسفية أو الأفكار الدينية ونقول محرمات أو محللات. بالعكس تماما، أنا باخد من حضرتك وديعة ربنا خلق حضراتنا بيها وحطناها في بنك، لو ما حضرتك بتحتاجيها في أي وقت أنا بقدر بالتطور العلمي أطلع زي المثال لما بيعمل تمثال جميل، هو عنده فكرة، الفكرة دي طالعة منه هو من إحساسه هو. إحنا بقى هنا ما بنتكلمش على إحساس، إحنا بنتكلم على حقيقة. طيب. عضوية واقع. طب دكتور، يعني هذه الأبحاث لا تزال في طور الدراسة، عندما نتحدث بأنها يعني الخلايا الجذعية لربما تطور كبير حصل في هذا المجال تحديدا خلال الفترة الأخيرة، هل نستطيع القول بأنها وصلت إلى المرحلة الاستهلاكية المطلوبة في المستشفيات لدى المرضى تحديدا، أصبحت يعني كأي علاج رائج بين المستشفيات سواء في العالم العربي أو في أوروبا دكتور؟ هو سؤال طبعا جميل جدا وفي محله، لأن في النهاية الأبحاث العلمية هي اللي مفروض أنها بتخدم البشر وعلاج الناس. إلى هذه المرحلة لسه لم يحدث اللي بنسميه البريك ثرو أو الطفرة، اللي هي بحيث أنها تبقى فكرة اقتصادية ورائجة ممكن تتعامل كأي وسيلة من وسائل العلاج في الوقت الحالي. إحنا ابتدينا بالعلاج الجيني، وابتدأ التطور في علاج الجينات، وبدأ يبقى موجود على مستوى استهلاكي زي ما حضرتك تفضلت وقلت في بعض الأمراض المحدودة، لكن نظراً لأن الكلفة عالية جداً فلسه شركات ما دخلتش بقوة عشان تتجهها بطريقة استهلاكية. يمكن مش في المستقبل المنظور نقدر نقول أن هذه الأنواع من العلاجات هتبقى متوفرة زي ما بنقول on shelf، لكن بإذن الله تعالى يمكن في العقد القادم يظهر بعض الطفرات والثورات في الطب بإذن الله.